بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد الله رخا، ومعانا النهارده فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الواوي ميت 9 لايت. الفيديو النهارده هيكون بالاشتراك مع واحد من احسن اليوتيوبر في مصر من رايي، ومن اكتر الناس اللي شجعتني بصراحه ان انا اكمل في مشوار اليوتيوب، وهو يوسف عاطف. اكيد كلكم عارفينه، يعني مش محتاج ان انا اعرفكم عليه. الفيديو هيبقى عباره عن ان انا هتكلم عن بعض العيوب او المشاكل اللي ممكن تقابلك لو حبيت تشتري الميت 9 لايت، ويوسف في الفيديو بتاعه هيتكلم عن المميزات اللي ممكن تخليك تشتري الموبايل. ما تنساش تدعمني وتدعم يوسف عن طريق انك تشترك في قناتي وقناة يوسف، وبرضه ما تنساش تعمل لايك على البيج بتاعتي على الفيسبوك والبيج بتاعت يوسف، هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن تحت. ويوسف في الفيديو بتاعه هيظهر فوق في الاي اللي على اليمين دي، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت. ونرجع بقى للميت 9 لايت. الميت 9 لايت هو موبايل ممتاز جدا من رايي، ومن احسن الموبايلات اللي موجوده في الفئه السعريه اللي هو نازل فيها، لكن اكيد في كل موبايل مميزات وعيوب. انا هتكلم عن بعض العيوب اللي موجوده في الموبايل بناء على السعر بتاعه. يعني سعر الميت 9 لايت بره، لان لسه متحددش في مصر، هيكون في حدود ال 230 دولار. تقول لي طيب ما السعر كويس جدا، اقول لك ماشي. المتوقع ان هو لما ينزل مصر هينزل في حدود ال 4000 جنيه او ال 4500 لو ما كانش ازيد من كده كمان، وبكده هيبقى داخل في فئه سعريه فيها موبايلات كتير ممتازه، ولازم الموبايل طبعا يكون ممتاز عشان الناس تفكر تشتريه وتستغنى عن الموبايلات التانيه. فاول عيب من رايي في الموبايل هيكون المعالج. الموبايل بيجي بمعالج كرين 655. بالنسبه لي المعالج ده مش كويس خالص بالنسبه للفئه السعريه اللي هو نازل فيها في مصر. طيب ليه المعالج ده مش كويس؟ هقول لك ليه. المعالج ده بالنسبه لنا بيتقارن بالمعالج سناب دراجون 650. طيب ايه الموبايلات اللي شغاله بسناب دراجون 650؟ هقول لك مثال، مثلا زي الشاومي نوت 3 برو. طيب سعر الشاومي نوت 3 برو كام؟ في حدود ال 3000 جنيه او ازيد بحاجه بسيطه. طب ايه الاحسن، السناب دراجون 650 ولا الكيرن 655؟ اكيد السناب دراجون 650. فلما تيجي تبص ان في موبايل في حدود ال 3000 جنيه او ازيد بحاجه بسيطه عليه معالج سناب دراجون 650، وفي موبايل ب 4000 جنيه او 4500 جنيه او ازيد كمان عليه معالج كيرن 655، فاكيد بديهيا كلنا هنختار الموبايل الارخص اللي بيديك اداء افضل، واللي هو الشاومي نوت 3 برو. وطبعا مش معنى كلامي ان الموبايل ده سيء جدا ومش هتقدر تستخدمه في الالعاب ولا تقدر تستخدمه بشكل يومي، لا، الموبايل اداؤه ممتاز جدا، لكن الفكره في ان في موبايلات تانيه ارخص من سعره وبتديك اداء افضل. ونيجي بقى لتاني عيب او مشكله ممكن تقابلك في الموبايل، وهي الشاشه. شاشه الموبايل بتيجي بمقاس 5.5 انش بدقه فول اتش دي بكثافه بكسلات 401 بكسل في الانش الواحد. طب هتقولي طب الشاشه عاديه جدا، انت ليه بتطلع عيوب في كل حاجه وخلاص؟ هقولك ماشي. لما تيجي تبص مثلا ان في موبايل زي الواوي بي 9 لايت واللي بيجي بشاشه اصغر من اللي موجوده في الميت 9 لايت مع نفس الريزولوشن فول اتش دي بكثافه بكسلات 424 بكسل واكتر من اللي موجوده في الميت 9 لايت، وسعره تقريبا في حدود ال 4000 جنيه او اقل حاجه بسيطه. او مثلا تيجي تبص للموبايل من شركه ون بلس واللي هو الون بلس اكس، وسعره في السعوديه حوالي 800 ريال. يعني لما تيجي مثلا تحب تجيبه مصر بالجمارك بالشحن بكل حاجه ممكن ما يكلفكش اكتر من 3000 جنيه مثلا. الموبايل ده بيجي بشاشه 5 انش بدقه فول اتش دي بكثافه بكسلات 440 بكسل في الانش الواحد من نوع اموليد، بصراحه من افضل الشاشات اللي موجوده على الموبايل في الفئه السعريه بتاعته وفي فئات سعريه كمان اعلى منه. وبرده مش معنى كلامي ان شاشه الميت 9 لايت مش كويسه وان مش هتديك الالوان الكويسه او الصوت كويس، لا، الشاشه ممتازه، لكن في موبايلات ارخص منه بتديك شاشات افضل بكتير. وبصراحه مش فاهم ليه هواوي ما حطتش عليه شاشه بريزولوشن اعلى مثلا، او شاشه اصغر بحاجه بسيطه مع نفس الريزولوشن ده فكانت تديك الوان افضل وصوت افضل، لكن ايا كان انا شايف برضو ان دي من احد العيوب اللي موجوده في الموبايل. ونيجي بقى لتالت عيب او مشكله ممكن تقابلك في الموبايل، وهي برضو خاصه بالشاشه، وهي ان الشاشه مفيش عليها طبقه حمايه. طبقه الحمايه دي وظيفتها ان هي بتحمي الموبايل من الخدوش او بتحاول تحميه من الخدوش، يعني لو وقع منك مثلا وقعه خفيفه او لو اتزحلق مثلا من على حاجه ما يتخدتش او كده. لكن الفكره ان في موبايلات برضو في سعر مثلا 4000 جنيه او ازيد حاجه بسيطه ونازل بقاله فتره، زي مثلا الاوبو اف 1 واللي عليه طبقه حمايه جوريلا جلاس 4. فمش فاهم بصراحه ايه وجهه نظر شركه هواوي في ان هي ما تحطش عليه طبقه حمايه ضد الخدش. ونيجي بقى رابع عيب او مشكله ممكن تقابلك في الموبايل، وهي الكاميرا، او مش الكاميرا او يعني هي بالنسبه للكاميرا، وهي ان الموبايل ما بيدعمش تصوير ال4K. تصوير ال4K من رايي هو المستقبل بالنسبه للموبايلات، وممكن نشوف شركات الفتره الجايه بتنزل دقه تصوير على موبايلاتها اعلى من كده كمان.
فلما شركة تيجي تنزل موبايل في اواخر 2016 بالسعر 4000 جنيه او 4500 جنيه ومفيش فيه تصوير 4K، يعني مثلا لو جيت تبص على مثلا موبايل زي ون بلس ون نازل في اوائل 2014 وكان بيدعم تصوير ال 4K، وموبايلات تانية كتير نازلة من فترة كبيرة. فبصراحة شايف ان هواوي ما كانتش موفقة في اختيار ان هي تخلي اخر جودة في التصوير ال 4K حسب موقع جي اس ام ارينا اللي هي 1080. وبس دي كانت بعض العيوب او المشاكل اللي ممكن تواجهك لو جيت تشتري الموبايل. والتاني مرة بقول لكم ان الموبايل اداؤه ممتاز جدا والشاشة كويسة جدا والكاميرا كويسة جدا، لو انت مش فارق معاك المميزات دي وممكن تدفع مثلا 4000 او 4500 عادي جدا الموبايل مش هيأثر معاك في اي حاجة. لكن لو انت بصراحة محتاج موبايل كويس جدا بالسعر ده فهيبقى فيه خيارات احسن من الميت ناين لايت. ما تنساش برضو تشوف فيديو يوسف اللي بيتكلم فيه عن المميزات اللي موجودة في الموبايل او الحاجات اللي ممكن تخليك تشتري الموبايل. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو بتاعي والفيديو بتاع يوسف، وبرضو ما تنساش تعمل لايك على البيج بتاعتي والبيج بتاعت يوسف على الفيسبوك. بننزل برضو هناك بعض التسريبات للموبايلات مش محتاج مثلا ان احنا نعمل لها فيديو، وبننزل برضو كواليس التصوير والحاجات اللي بتحصل، وبنعرفكم برضو ان في فيديو نازل مثلا قريب وبناخد ارائكم في حاجات وكده. وبس بشكر كل شاف الفيديو للاخر. سلام.